السلام عليكم، حي الله المتابعين. نبتدي وإياكم حلقتنا ما اليوم بالصلاة على محمد وآلي محمد. ما نبلش الحلقة يا محفوظين السلام، هاي صفحتي مال الانستغرام، كلكم تضيفوني على الانستغرام، جاي ينزل فالشغلات كلش تستفادون من مين تقدرون تتواصلون وياي على الانستغرام، لأن هواي ناس مثل خلطة التراث يجون يقولون فرات، هواي ناس تريد تتواصل وياك. يا اخوان هذا الانستغرام ترى صاير لي هواي من مسويه، عرفت شلون؟ يعني للي ما يدري هذا الانستغرام ما ننزل بين الانستغرام ستوريات كلش حلوه ومفيده، فللي حاب هذا الانستغرام مالي ضيفوني. حاليا الانستغرام ب 10,000 متابع، خلونا نوصله لل 50,000. او جايز مساكم الله بالخير. المبردة ما بيها مية اترسها والله اخوان. بالنسبة لاستهلاك المبردة تستهلك ماي، والله الفتحات ممكن قاعد يصبون. شوفوا ساعتكم هاي الصب وهاي الصب واثنين هذني ما يصبون لان طين. والله انا رايت اطق لها اطقها بغسلة ها، بس اليوم عندنا خطار وما لي خلق حالي يعني مشغول. لا خلوها باكر 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 ها ها شباب، بالليل 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 لو باكر بالليل لو باكر. حواسي العب. هذا الزرقي كامل نزله شفتوه؟ والله اليوم عندنا خطار. خالاتي وخالاتي بعد من هاي الاوليات النسوان قبل، وقال ان احنا جايينكم بس نريد طير. يا بطير احنا صايدين ومجمدين بالمجمده. هلا اقول لكم اليوم غداهن زراقي ورخيويه. هاي حاشا روحه هنا دش نية ابيض، هذا ما ادري بحثرنا وذبنا مش عفته انا. على كل تعال طبعا يلا يلا خلينا الشنجول هنا. هذا خشم الصاير بيعال قد ما يحك حكن بهذا السيم. يلا روح. هلا 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 هلا. لا 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 بدون مشاكل وعارك. ياهو بقى وياهو طلع ابو عيون بقى ها. وبقى هذا الفار الفارق ما شايف القاع هنا ابد. محفوظين السلامة، امس صارت شغلة العقل يشيب. سالفة البيضات بالحلقة الفاتت كل من يطلع له سالفه من يمه. زرقنا 5 بيضات مال الفول اورنج اللي هنا ذنيش ما ادري شو الفحل كاظبيت ونتيه كاظبيت ها اها زرقناهن جو العاديات فناجس العاديات فجبناهن منا. لا مو جبناهن منا حطيناهن هنا. جيت يعني اقلب وها اي اي انا شني قلت؟ لا مو قلت انا شني هيك افتر منا وهاي اباوع للسندانه. يا اخي هاي بيضه وفرخ. خوش حكي ركز بكلامي زين، ركز ركز ركز. هاي بيضة وفرخ. فرات انت ما عندك طيور على باب تفقيس ما عدا الفول اورنج. زين هذا فرخ تو منقول. هاي اهل حاجة نمت امس. هذا الفرخ تو منقول. زين هاي بيضة وكل شي ما بيها واشوف انها سودة وعلى باب تطلع. يا سبحانك يا رب العالمين، يا هو جابها وحطاهن هنا. فرات جابن هنا ضايجات ما الخلق وجابن البيضه. جابن البيضه البيضه شلون يشيلنها والبيضه ما بيها زلغ. يلا هسه الفرخ ما يخالف عضنا وحطنا هنا. زين البيضه شلون كظنها وحطنا هنا وما بيها زلغ. فرات خاف والدك وين اخوان والدي وين حتى ما حد يدري بيهن البيضات هنا صديق تحشون لو واحد من البيت فرات اجى. لا لا ما مستحيل. لا انا سويت قلت معناتها هذا الفرخ مات وذبلنا هنا. هاي هاي تصوري وقلت هاي البيضه هاي خربانه. كظيت البيضه فتحتها طلع الفرخ عدل ومات بيدك فرات. لا ما مات بيدي حتى الصره مالته كامله شلته وذبيته هنا. فنقول فرخ مات. خوش حكي فرخ مات. المفروض هسه جواها 4 افراخ. هسه هاي هي موجوده. شلون راح اشوف الاربع افراخ؟ شلون راح اشوف الاربع افراخ؟ وشلون راح اعرف الفرخ اللي كان هنا أنا عايش؟ راح اشوفه اخوان ما اقدر كان صغير ما اقدر ما اقدر اصور. هذا وحيد ما زقت تو انفقس. يا تو انفقس ميتات من الجوع. زين هذا وحيد وهناك شفنا اثنين ذني ذني ما تلقطهن ما تلقطهن الكاميرا. محفوظين السلامة بيضات الفول اورنج فقسن ها شوفوا بس ايش قد ما ادري يعني هسه المفروض واحد ذاك واحد ذاك واحد هذا واحد اثنين ثلاثة شا بعد بيضة المفروض ذاك 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 ها شوفوا بس هذا منا يمكن كبير هذا
هذا كبير ما ضبط يمكن ديش بيضة شفت كيف شفت بيضة بيضتين ثلاث اللهم صل على محمد وآل محمد الجولدن هاي الجولدن بيضتين ثلاث بيضات ذاب الجولدن ما شاء الله ما شاء الله جزاكن الله خير وجزاك الله خير يا محمود على هاي الطيرة ما شاء الله عليها حاليا يا ولد ما عدنا زوج بنغالي يعني على باب مبياض او هيك شيء نهائيا يعني ما عدا ننتظر هذا الزوج طابق عدنا اما ذول فذول معذورين عندهم فرخات وذولي مخاليف همين معذورين يعني راح يظلون هم يحضنون بيضهم لحد ما نلقى الحل هنا يا اما زوج من طيورنا يبيضون هذولي وزرق بيضاتهم جوا ولد نرجع لسالفتنا هنا فوق السطح قبل ما نبدي سالفتنا فوق السطح الحمامات اللي بقى من عندهم لان هواي ولد قاعد يراسلون عليهم ويقولوا لي في الرسائل كلش هواي هاي إزبيرية مدري شكون هسه أهم بيضة هي فقلت لكم أنا الحمام بعد ما لي واهس بيه حتى مثل طبقات وهيك شيء فهي زوجة هذا اللوت واحد للبيع ذيك اثنين بس الصفر مو للبيع هذا مو للبيع الأصفر وهذا مو للبيع ذاك الصفرة وذاك الشكري هاي اللوت للبيع ذاك الأسود هذا الأزرق وهذا همين يعني بيهن تقريبا خمس طيور تقيسها وياكم يعني عمليا لو رد تقيسها وياكم إخوان انا مشتغل فانت لا تقول لي زغر لا تقول لي كبر ولا تقول لي هيك فخلي نفرض لو فرضنا مثلا نقول منه تشندله شلون راح تحفر لها شلون التشندله تريد تكون تثبت بالقاع عوف اسع القياس نقول مثلا الحد هنا كافي قول انه بهيش يجي مثلا يقول هذا هسه مثلا هذا ايش قد يشيل ما يشيل فد 30 دجاجه طرقعه 30 دجاجه لا وين ما يشيل هيك لا يشيل اي يشيل والسقف نسويه باريات مفتوح واكلهم وشربهم ومايهم هنا تبقى الشمس من هنا الا تغطي من هنا فد على كل هسه هي هاي الفكره انا بس بدي اكمل سالفه الطيور اخوان الطيور اللي ريتهم على مود بس اخلص معكم ان شاء الله ابدي ابلش راح انظف هذا بي بس وصخ من جوا شوفوا هو حطنا هنا انا مردي وعلق البقالات وذب الزوجين هنا راح سلهم وخاناتهم الاثنين نستفاد معهم البنغاليات ننظف محفوظين السلام القفص صار جاهز حطيت له هنا خشبتين هاي خشبه وهاي الثانيه وهذا هنا عندهم رف وهاي الارضيه مالته تراب وكان للحمام وكان بي بلابل هنا صدق فرات ما حصلت لنثي هذا البلبول كان ذبيت هنا بزوج بلاول لكن عوفوا نجيب البقالات نكملها ماي واكل ونذب الطيور قلب خلينا ناخذ دخن حتى فرد نوب بعد كل شيء يصير هناك يمهم بسم الله الرحمن الرحيم على مشين يعني هذا يكفيهم هواي فكل فترة أنا أصعد أخذ من عندها طيب القلب هاي المية وهذا صحنهم مال الأكل وهذا سطلهم أحسن إخوان أحسن مكان كبير وخاناتهم نستفاد منهم أكثر وهذا الصح ما يدخل هذا لازم نقلبه هيك بس لا تسوي قبل العصه على مود ما يضرقن فوقه قالهم قبل كم يوم جزاه الله خير احد المتابعين جابالي اياها قال كملتها طبعا هاي ام الحاضن مثل ما قلت لكم جابالي اياها احد المتابعين اللي كان بيها فرخ الكوكتيل وذيكه هسه احنا عندنا زوج واحد ذني يمكن اناث ما ادري نسي وفى حلوه وايب القلب وحياكم الله بيتكم الجديد يلا ان الزوج هذا هو من هنا جوا وذيك الطيره اشوف شلون قفص كبير قدم لكم المرافق الشخصي طبعا المرافق الشخصي بدا يدردم يعني بدا ان شاء الله تلقط حكي لا خلنا اشتغل انا تعال قاعد هنا انت مو تحبين السبح يلا هذا السبح يلا هيش اي يلا يلا سبح فاهي جبر يعني بعد فريخ صغير فبس شوية يشد روح انه بنبدي همين اقل ما وطلع فهسه طلعته وياي بدون فائدة هاي الخانة وهذا الزوج راح تقول فراش شلون تعرفين اعرفهن هاي النثية الكبيرة وهذا البي ابيض وين البي ابيض هذا البي ابيض هذا الفحل تو شفته يغرد بالقلب سويت تحويلات وتغييرات حتى هنا يصير شكل متناسق انه اربع خانات بيض هاي الأربعة صاروا بنغاليات كل زوج وبحدين عندنا بس المخاليف ذول بعد ما أعرف شنو وضعهم ما عدا واحد معدهم
قاعد انا شفته يغرد طبقته على النثيه مالتنا. طيب القلب مساكم الله بالخير. راح اسوي شو اسمه شغله الرذاذ، عرفت شلون؟ بس ما راح اجيب الماطور ولا اشتريت ماطور. متعاجز، اي متعاجز، رحت للسوق واجيب الماطور. فراح اسويها شغله بدائيه. الشغله البدائيه شلون راح اسويها فرات؟ اخوان هذا نفسه قلت اجيب هاي الصوانده. راح اجيب صوانده صغيره واجرب بس انت من هناك شلون راح تكبر؟ هذا السيم نهايتها اقصد سيم واطويها هيجي هسه راح اشوفه راح تشوفون. بس قبل كل شيء خلي اسلق بيضتين على مود بيضه اخذها العلي اخوي هناك الافراخ الجولدن، وبيضه نخليها هنا لان عندنا زقه هنا. البيضتين يا محفوظين السلامه. طبعا بديت اخزن بالثلاجه بس حاليا ما ادري الدجاج ما قاعد يبيض او يمكن قاعد يبيض ويا بالتكريمه. عندي هاي الكتاكيت اخوان كبرى وما شاء الله، ومتردد بشغلتين. الشغله الاولى بين ابيعهم والشغله الثانيه بين ابقيهم كلهم. انتم اكيد راح تقول فرات لا فرات خليهم كلهم اخوان، لا كلهم هواي. ماي انا جيت توني وذبيت الماي مالهم صاير بيوسخ، فهسه راح احط لهم. راح تقول فرات بقيهم كلهم من اخوان. اخوان مو هي شيء، انا مو يعني متعاجز من عندهم، لا بالعكس بالعكس، بعد احنا صارت عندنا خبره قويه ونقدر اليوم نعالجهم بالفيتامينات ونعالجهم. هذا طبعا يمكن توقعها هراتي لان هذا ذبته مو ذبة دجاج عرب. راح احاول اكبرهم مرحله واشوف، ان احتمال مبقي لنا فات 5-6 من عندهم، او احتمال مبقي 10، او احتمال ابقيها كلهم. فهمين هاي الخانه ان شاء الله اخوان اليوم راح اكملها لهم. خوش حكي. لا 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 يلا بالله يا ضيم شن يا ابوي، يا ضيم شن يا ابوي، يا ضيمك يا ضيمك يا الزعيم مقمير يا ضيم شن. القلب هاي البيضتين ها اها هنخليهن بالسلاقة شوية مية كلش كافي. حط القبق، هاي سلاقة آلية بسولف لكم عليها انا. هسه هي اشتغلت. نوب الدبه، يعني تو البيضه نوب الدبه هسه. اكيد حطيت لهم ماي عندي تنظيف الخانات ومخانه السمان، وذيك الدجاج اخوان اللي جوها ست احتمال راح اطلعها واشيل الست. والله حيره يا جماعه، ابيع الكتاكيت كلها وابقي الكتاكيت اللي راح تجي من هناك، لو ابقي ذول وذولاك النوب ابيعهم. بقي الكبار فرات لان انت بتروح تربي. خلينا نشوف هسه. عوف عوف اخوان البيض ينسلق، راح ادور على صوندة حتى اسوي عليها تجربتنا. اذا حتى لو صوندة صغيره بس للتجربه، اذا صارت حتى اجيب صوندة كبيره وشكل المرشات راح يصير بهذا الشكل. يجن منا شوفوا مثلا هنا وحده وهنا وحده وهنا وحده. حبايب القلب اللي راح نحتاج هنا الصوندة هاي، بس كون ما بيها زرف لا منا ولا منا. مثل ما قلت لكم هسه هاي تجريبيه، صونده سيم، هذن النوزلات مال الرش، سكينه وكلاب. شوفوا هاي هم صارت بهذا الشكل، ما في الامر صار بهذا الشكل. هسه نبدي نجرب. بسم الله الرحمن الرحيم. والله نجحت نجحت يا ولد. والله نجحت، والله شوف شوفوا والله نجحت. قاعد تشوفون مالكم بحال، هذا نطق القفيص بس قاعد تشوفون شوني. خلنا نروح انا اجيب نسوانده واجي كفى لكم بيدي. بالله شوفوا ترى لا تنسوا لانه هناك قاعد يصب، يعني لو مضغوط بعد راح يصير دفعه اكثر. اجيب الصوانده واجيكم. محفوظين السلامه، كان توصل الصوانده. تعالوا اقول لكم
هاي الحنفية مال تانكي يعني مو رئيسي. زين هاي الصواندة إذا ارتفعت راح يصير ضغط؟ ما يصير ضغط. وأنا رحت اشتريت صواندة ما يصير ضغط أخوان، ما يصير ضغط. ليش؟ لأن الصواندة راح تصير يعني تقارب المستوى التانك. التانك هناك والله بعيد بس عالي هو، بس يصير يعني مقاربة إليه. ماطور ونشان على الحنفية. بالقلب انا من ده اسويها، بس كون ما اندم عليها. شلون ما تندم عليها فرات؟ ما اندم على شغله النوزلات ما اظل تصب علينا صب. هسه مو مشكله شغله الماطور، هسه راح اركبها لكم، واذا ما صارت باللي انا اريده حتى لو مثل مستوى مساع هسه اروح اجيب لكم ماطور واجي. بس انا ما اريد اندم على شيني. اذا جبنا ماطور اخوان راح تفيض المحميه، تفيض تقريبا يعني هاي النوزلات ايش قد راح ترش. ننصب، خلينا نصب ونشوف هسه، خليكم وياي. يا محفوظين السلامة، تبدي منظومة الرذاذ مالتنا منا شكلها ضايح تقريبا، مو تبدي منظومتنا منا ومربوطة هنا. مثلا هنا نخلي واحد، هنا نخلي اثنين، هنا نخلي ثلاثة، هناك نخلي أربعة. ليش؟ لأن إذا صار ماطور فراح يصير ضغط، إذا صار ضغط راح المحمية بكبرها ترش بالرذاذ. الرذاذ إذا ماطور راح يصير عبارة عن شلون أقول لكم، ضباب. شلون إحنا شو نسميه مثلا؟ مريخان نقول له، ضباب راح يصير هيك. بالقلب انا بحياتي ما مشتغل منظومه رادار، بس شيني هي الشغله ما يرادها روح على القاضي. عرفت شلون؟ انا هسه ما خايف الا من شغله واحده اللي هي هاي النوزلات. هاي النوزلات هل من راح ازرف واحطها راح تتحمل الضغط مال الماطور او لا؟ افتح الماي. بسم الله. لا مستحيل، مستحيل قاعد تصب هي. ترى شوفوا قفال كانت قافله، شوفوا هذا الضغط اللي يقدر يوصل له. تو يلا انفتحت الثانيه، صار ضغط بسيط من فوق. قاعد اقول لكم هذا اللي احكي عليه، هذا التنقط شوفوا منه هذا. واذا راح يصير ماطور وضغط شنو اللي راح يصير هنا؟ راح يصير كوارث يعني، يظل يصب صب ما صاير. هاي هي بس اللي انا ما ارتاح لها. بالقلب تركوا الموضوع كله، امشونا اروح للسوق، خلنا اروح انا ادور لي على ماطور اصغر حجم، اصغر حجم على مود ما اريد ضغط عالي كلش. امشونا. هاي بالقلب رجعت لكم، صارت حتى الدنيا مغرب شوفوا. يا ولد السالفة طلعت موش هيك، وصارت علينا خساير بخساير، بس على كل ما يخالف، هي هم تجربة لكم، وهم صارت الشغلتين تقدرون تشتغلونهن. هذا الشغل تعال يا هسه، حتى الصواندة ما اقدر استخدمها بالبيت هنا بعد. ليش؟ لان زرفتها من هناك. الشغل صحيح، بس هذا الشغل تشتغله وين؟ تشتغله على ماطور ضخم اخوان. يعني هاي النوزلات شوفوها، هاي النوزلات هذا اني اصلهن مال ايش؟ مال زرع. هذا المال زرع. قال انا اللي اجيت عندك قلت له رايد لي ماطور، اصغر ماطور اريد عندك. قال لي شنو انت عندك زرع؟ قلت له ها لا انا عندي طيور اريد احط لهن يعني. قال لا هذا مو هيجي، انت هذا يفيضك تفيض. قلت له ها؟ قلت له كان اريد يسوي دخان كون هيك كلش. قال لا موش هذا. قلت له ها شنو؟ قال انا اقول لك اقعد. قعدت. قال لي شوف هذا، انا هسه ما اقدر لان صار الدنيا مغرب، الحج اللي يروح للصلاه، بس اشوفكم. هاي الصوانده، هاي الصوانده مالتهن. هذا الماطور هسه اشرح لكم واقول لكم هذا الماطور ماليش. هذا الماطور ماطور طبعا مستخدم. هاي المحوله مال الماطور، وذن النوزلات شوفوا، هذن النوزلات. فوضين السلامه، هسه خلصنا عشاء، فقبلنا نسولف لكم على سالفه شو اسمه
المنظومه مالتنا خلوني اخذ بيضات واكملهن حتى نوديهن للبنغاليات مال علي. طيب القلب كمل البيض المسلوق راح انطي هنا لهذا الزوج لان خلطه الأربعين ماده اخوان مهيجه تهيج لك الطيور تهيج بحيث مباشره يخليهن يتزوجن وتغريد مباشر. يقدرون يطلبون هاي الخلطه من خلطه التراث. لك يا ربي الفخده كانت هنا ما منتبه. عشين هاي طرقاسه سبحان الله. فهمتوها لو ما فهمتوها؟ فهمتوها لو ما فهمتوها اخوان؟ عود تسوي روحها عود مصابع وفي ابني وتعال كظني. يا سبحان الله. شوف 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 تعال عود اخوان انا مو اجيت شوفوا شوفوا شوف انا مو اجيت هنا عود حاط الليل حاط الليل هذا البيض وهذا ابنها عود عوف ابني تعال تعال انا متعوره عود حتشيني انت تتبحها تتبحها عود تنسى ابنها شلون سالفه الططو. انا ما شايف هذا الشيء بالفاخت الملكي نهائيا نهائيا حتى تصرفاته تختلف هي وحشيه حيل. شوف شوف طبعا مو تقولون المصابه لو بيها شيء لا ما بيها شيء ها شوفوا بس عود تسوي روح عود انا مصاب عوف عوف ابني حكم شوفوا عود انا مصاب تعال كظمي تعال يا سبحانك اللهم سبحانك. حبايب القلب للي يريد من خلطه الأربعين ماده يقدر يتصل على هذا الرقم ها خلطة التراث الولد ضياء حباب وطيب وعدتهم هواي سوالف بالنسبة للأعلاف وللمهيجات مثل ما جاي يشوفون هنا هذول متعودين على أكل خلطة الأربعين مادة اللي هم أهل الأفراخ فقبل مباشرة أجوا عليهم بالقلب ما شاء الله. صلوات على محمد ريشة ها شوفون احنا هسه شنو اللي ننتظره من العتم؟ هسه ما ننتظر شيء احنا من العتم، بس ننتظر انه يطلع اللون الابيض او الازرق. اللي هي اقوى طفرات بالبنغالي واغلاهن. اغلى شيء هو الابيض، شوفوا يا بنغالي الجولدن يا معودين الجولدن. اللي هي اقوى طفرات اللي هو الابيض والازرق، فهسه هو ما واضح لانه الجولدن يصبغ صبغين مثل ما قلت لكم. يصبغ صبغين، الصبغ الاول مثل فنجس. والنوب بعدين راح يصبغ اللون الاصلي ماله. هسه هذول مدنبسين وبهم ريشهم مباشره اخوان بس يطلعون هنا ويقومون ياكلون مباشره ينسحبون اول مره راح يذوقون البيض. ها خلنا نكثرهم لان عندهم هم اربع افراخ. هذا البيض يا محفوظين السلامه صار يمهم. يا الله كانوا يمي متابعين وهسه راحوا. من المتابعين المبتدئين كلش. عرفت شلون هم كبار بالعمر بس مبتدئين وحبوا يدخلون بهاي الهوايه عن طريقي واخذوا قالوا شنو اللي عندك هنا موجود للبيع؟ قلت لهم ما عدا الطيور الحب. فيا محفوظين السلامه الطيور الحب العاديات طلعوا من المحميه. الله سهل علينا وخلانا عدلين الباكر راح اجيبن بعد زوج مال بنغالي. عرفت شلون؟ كله بنغالي كله بنغالي كله بنغالي يا محفوظ السلامه. الصونده وهسه يا محفوظين انا هذا قال اتذكر هيك كان حاطه فقال هذا سحب وهذا دفع. هذا سحب وهذا دفع. هنا شنو تجي الصونده احنا هاي هم زرفناها كلهن زرفناهن. تجي هاي اي اي هاي تجي جاي ضغط عالي اخوان. خل اشوفكم السمك مالها. شوفوا السمك هاي ضغط عالي الساعة يصيح ولي يا محفوظين السلام وحولي ورحت. فنرجع السالفة ما ادري يمكن وصلنا اي قلنا هاي فهاي اخوان ضغط عالي الصونده. اما فرات شلون راح تقفل؟ لا اخوان مو هذني بعد قلت لكم هي هاي منظومه. طبعا هي مو منظومه وانما هذا اساسا مال ماي هذا شو اسمه التصفي مال ماي يعني فلتر مال فلاتر فلتر مال ماي هو هذا الماطور.
ربع متر ويوصل لكل المحل. جايب القلب هنا شقد؟ انا جايب 4 نوزلات. شوفوا هذا نوزل، خلي نقول هذا واحد، هذا نوزل، هذا نوزل 2، هذا نوزل 3، والنوزل الرابع لازم يقعد هنا وتقعد وياه هاي السدادة. شوفوا لانه من هنا شنو احط، هاي تظل مفتوحة او ما تظل مفتوحة، ما سوينا شيء، فلازم هاي وين راح تصير، هاي راح توصل لهنا، فالرش مالها راح يصير على هاي المنطقة، منطقة الزرع. هاي بالقلب هسه هاي الصوانده اللي قصيناها قبل شويه تركب هنا، هذا القسم اللي يسحب الماي، هنا بيجي هذا القفيص، طبعا هو ما راح ينطي ماي بس القفيص الامان اكثر. بالقلب هاي المحوله مالته، قلت له ليش محوله؟ خب اقدر اربط هنا مباشر، قال لا، لان هذا يحتاج كهرباء منظمه فلازم محوله. على العموم جبتها انا هاي المحوله مالته. ولد كملت الكهربائيات وانا هذا اساسا شاد له راسي. هسه يا ولد بعد ما مقصص وضايق هذني بس كتجربه اوليه، بس تعال تعال قرب لي قرب. شوفوا هذا القفال، هذا القفال هسه مباشره ما راح تدخله هنا قفلت، بعد تسحبه ما يرجع. شوفوا ليش؟ الا ترجع هذا، شوفوا رجع ينسحب بكل سهوله، اما اذا تدخله حتقول على مود الضغط بعد شوي، عرفت شلون؟ بسم الله الرحمن الرحيم، كتجربه اوليه منظومه الرذاذ، بسم الله طفي، بسم الله الرحمن الرحيم، سحبه ماي المفروض تبدا تذب. قاعد اسمع يذب هواء، هواء موجود بس ماي ماكو، ما اعرف اذا اكو مشكلة او لا، لحد هسه ماكو ماي مثل ما قلت لكم. بالقلب قصيته وهذا دنيت الكرسي لانه قصيته قصيرة، ماكو اي مشكلة، هسه احنا بس نريد تجربة. وهسه بسم الله نجرب، بسم الله. بلش يشتغل، نقط، ايه ايه يلا يا الله يا الله يا الله، جي 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 جي. هاي بالقلب، هو هاي قوته يعني، عرفت شلون؟ شوف هسه هاي شغلنا شوي، يعني اتوقع هذا من عنده يمكن، مو يا يابا ايش قد بارد. هاي بالقلب رجعت لكم بعد محاولات هواي، ما اعرف يمكن الماطور ضعيف لانه شوف الرذاذ، وين راح هو البلاك هذا؟ الرذاذ مو قوي، هاكم شوف الرذاذ مو قوي من النوزلات، هذا هم يا رذاذه، هذا شوفوا قاعد يقطر، هذا هم نفس الشيء. زين هو هذا اتوقع هذا هيك ينفتح، هيك فتح هذا مثل السنبي هذا، وجبت لي من هنا من هنا ذنيه وسويت ان هيك يصير، ما ادري والله، خلنا نجرب.
واضح؟ يا سبحان الله، واحد قال لي فرات جرب. راح اشيل كل النوزلات، انا عندي ثلاثة بس هذا النوزل. نوزلات مال النظام، شوفوا لي يعني الثقب مالها ما حد قد يبين عندكم، هذا الثقب شوفوا. يعني ما اعرف شلون اوصف لكم النعومة، فالظاهر انه قاعد ينسد، من ابسط شيء قاعد ينسد. هسه هذا نوزل عندنا، هذا طبعا اربع نوزلات الكل منظومة واحدة، هاي أربعة، هاي أربعة، هذيك أربعة. بسم الله الرحمن الرحيم، نشتغل. صار إنه هذني ما مضغوطات عادل الظاهر، بس هاي قاعد تصب قوي، بس مو مثل مساع. لو فرضنا إنه نسد هاي لحظة بالقلب، هاي بس نوزل واحد مشتغل، شوفوا. اها النوزل واحد يفيض لك اياها، تفيض ينقح كل المحميه. فيتو هاي نوبج الحجي، قلت له سويت لك شيء الا خيالي. قال شيني اجيت اشوف، شنو رايك؟ والله رايي محترم، هذا رايي. شوفوا هسه هيك راح توضح. وهذا مطر بالصيف، هاي الجو خلينا نشوف يعني انت شكلك عود مطر ما تدري. مطر ها؟ قاعد دف، قاعد دف هسه، قاعد دف. محفوظين السلامة. اليوم عندي شغلة، فكنت طالع من الصبح هسه الظهر، يلا رجعت، عرفت شلون؟ فبالطريق تذكرت النخال، فاخوان صاير سعره 9000 دينار، كان ب 17 وب 18 وصل الجونية، هسه صار ب 9000، فجبت لي جونية. يا هنا يا حبايب القلب، نكون وصلنا وياكم إلى نهاية حلقتنا مال اليوم. بما انه صارت شغلة الرذاذ واضحة عندكم، راح امطيكم نصايح بالاخير. للي عنده محمية اكبر من محميتي، يستخدم اكبر من هذا الماطور، نفس النظام مال الماطور، نفس الشكل اكو، بس اكو بعد طاقة اعلى، عرفت شلون؟ طاقة اعلى للماطور، فيستخدم ماطور بعد اقوى ضغط عالي. لا تستخدمون اخوان الماطور مال الماي، هذا الضغط كلش قوي، يفجر لكم الصواندة، عرفت شلون؟ هذا ضغط مال رذاذ. فاللي عنده محمية أكبر من محميته يريد يضيف لها منظومة رذاذ، يضيف لها نفس هذا الماطور بس بكفاءة بعد أعلى. هذا اللي أقدر أقدمه لكم بخصوص منظومة الرذاذ. وصلنا وياكم لنهاية حلقتنا مال اليوم، لا تنسون والدينا من الدعاء، ولا تنسون أن الله يكفينا الشر بني آدم. أودعناكم.